هل ترتيب الصور في الصلاة ضرورة أو واجب؟ لعل السائل يقصد إنه إذا قرأت في الركعة الأولى مثلا صورة قل هو الله أحد بعدية في الفلق وفي الناس، هل ممكن أقرأ في الركعة الثانية أقرأ فوق منها مثلا تبت يدا دي قبالة، أو أقرأ النصر قبالة، أو أقرأ الكوثر قبالة؟ هل يشترط الترتيب أو لا يشترط؟ الأفضل يا أخوانا الترتيب، الأفضل ترتيب القرآن على ما هو عليه. يعني إنسان يقرأ قل هو الله أحد بعدها يقرأ الصورة البعدية، يقرأ مثلا الضحى يقرأ بعدها الشرح الصورة اللي بعدها، هذا الأفضل. ولكن لو قرأ الإنسان بالصورة متأخرة ورجع لصورة متقدمة الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فقرأ بصورة النساء، قرأ النساء صلى معاه ابن مسعود قرأ كاملة، رجع قرأ آل عمران، آل عمران قبال النساء فرجع. ده عندنا بسموه التنكيس، يقول لك نكس القرآن، لكن الصحيح التنكيس ما هو ده. التنكيس أن تقرأ من صورة واحدة، صورة واحدة تقرأ آيات متأخرة طيب، وتجي في الرقعة الثانية تقرأ آيات متقدمة، تمام؟ يعني سورة البقرة من أواخر الآيات فيها شنو؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، دي الآية قبل الأخيرة، تمام؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية الأخيرة. أنا جيت قريت الآية الأخيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، دي قريتها في الرقعة الأولى. رجعت بعد ذلك قمت قريت شنو؟ قريت آية الكرسي. آية الكرسي دي قبالة كثير، يلا ده التنكيس، لا ده ما بجوز. يعني في الصورة الواحدة ما أقرأ في الآخر بعد ذلك أجي أقرأ في الأول، لا أقرأ في الأول بعد ذلك أجي أقرأ في الآخر. هذا هو عند العلماء التنكيس الذي لا يجوز. أما قراءة صورة متأخرة وبعدها أجي أقرأ صورة قبالة، هذا لا يعتبر من التنكيس.